أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أي ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته اتقوا الله حق قد تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إذ كنتم أعداء نعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأن أنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون صدق الله العظيم